هل في طرق تانية غير السيليكون لتكبير الثديين؟ طبعا اكبر طريقة دلوقتي حاليا في استخدامها هي حقن الدهون الطبيعية، بنقوم بشفط الدهون من مناطق غير المرغوب فيها في الجسم، فالمريض بيبقى استفاد شفط الدهون، في نفس الوقت بناخد الدهون دي ونحقنها في الثديين، بتدي نتيجة كويسة جدا بشرط عدم وجود ترهل في الثديين، وبالتالي المريض ما بيبقاش شايل هم اي منتجات صناعية او اي حاجة غير طبيعية موجودة في جسم الانسان، ومن العمليات اللي بتدي نتيجة كويسة جدا ومأمونة وما فيهاش اي مشاكل. نفخر دايما في السعودي الألماني ان لدينا افضل واعلى الكفاءات الطبية والجراحية اللي دايما تؤهلنا للحصول على احسن النتائج. نحن في السعودي الألماني نرعاكم كأهالينا.